بسم الله الرحمن الرحيم. بعدنا ان شاء الله مع درس جديد في سلسله الديناميك اكشن، هيبقى خاصه بالتري. التري فيها ايفنت واحد ايفنت واثنين اكشن. تعالوا نعملهم بقى مع بعض. تعالوا نعمل صفحه الاول. الصفحه دي هيبقى نوعها تري، وطبعا نوعها تري معناها ان هو بيعمل ريجن نوع تري، بس طبعا لما انت بتعملها من الصفحه هو بيساعدك وبيعمل لك الخطوات بوزرد. انما انت لما بتعمل صفحه فاضيه وترجع تعمل ريجن جوه تري بتضطر تعمل الحاجات دي كلها بايدك. تمام، تعالوا نجرب. صفحة نوعها تري، هنا هنختار الجدول. طبعا الجدول لازم يكون فيه علاقة تنفع مع التري، يعني في يبقى فيه زي بيرنت وتشايلد. طبعا كلكم عارفين النقطة دي. هنا هيبدأ بالمانجر، هنا الاي دي بتاعي، وهنا البيرنت اي دي المانجر، لان الموظف نفسه هو المدير نفسه موظف. تمام، يعني رقم الموظف ده هو في الاصل مدير، والاسم اللي هيظهر وهيبدا بالمدير وهيبدا بقيمه المدير بتاعه نل، يعني اللي المدير بتاع اللي ملوش مدير. هنا النقطه المهمه، طبعا هنا تقدر تحط كونديشن لو انت عايز تريستريكت الداتا بتاعه التري دي. النقطه المهمه هنا ان هنا في الجزء اللي يخصنا في دايناميك اكشن، ان هو بيقول لك هعمل لك بوتن كولابس اول وبوتن اكسباند اول. اكسباند اول وكولابس اول دي بقى الاكشن اللي مربوطه بالتري، يعني واحد فيهم هيلم التري واحد فيهم هيفردها، فهو بيعملهم اوتوماتيك عشان احنا هنشيلهم ونعملهم بايدينا. تمام، تعال نشوف شكل التري الاول. ده التري. تمام، هو ضاف، طبعا تقدر تضغط كده وتجيب، هو ضاف زرارين، واحد هيلمهم كلهم واحد هيفردهم كلهم. طب ايه اللي حصل للزرارين دول؟ تعال نشوف هو عمل عليهم ايه. كل القصه ان هو حاطط زرار وربط على الزرار ده في الايفنت اللي اسمه كليك على الزرار، ده الايفنت بتاعنا كليك على الزرار، عمل ايه؟ بيعمل اكشن اسمه كولابس، كولابس تري، وبتدي له الريجن واسم الريجون، السلكشن بتاعك ريجون والريجون اسمه ايه. تمام، تاني بعيد ان هو مش هيفهم لوحده ان انت كولابس تري، لازم تديله ريجون نوعه تري. تمام، وطبعا اكسباند عكسه في الكليك بتاع زرار الاكسباند. تمام، برضه بيعمل ايه؟ بيعمل اكسباند للتري للريجون اللي اسمه تري. تمام، تعالوا نجرب تاني. ده كولابس وده اكسباند. طيب لو انا عايز اعملهم تاني خالص بايدي، تعال نشيل ده ونشيل ده. تمام، هنيجي على الزرار ده في الايفنت بتاعه كريت دايناميك اكشن، في الايفنت بتاعه اللي هو الكليك اللي هو عمل اوتوماتيك، هقول له ان انت عندك اكشن اسمه، احنا في كولابس كل اسمه كولابس تري. طب السلكشن بتاعك ايه؟ ريجو. طبعا ما ينفعش معاه حاجه غير تانيه، حاجة تانية غير كده، واسمه تري. تمام، يبقى كده ده هيعمل كولابس. تعالوا نجرب كولابس الأول. طبعا اكسباند شلنا الأكشن اللي عليه ما بيعملش حاجة، كولابس بيلمه. هنيجي على التاني اكسباند ونقول له والله عايزين نعمل دايناميك أكشن على الإيفنت اللي اسمه كليك. تمام، وهقول له الاكشن بتاعي المره دي اكسباند تري، هيقول لي سيلكشن نوع ريجن واسمه ايه. تمام، ده كولابس وده اكسباند بقى شغال اهو، يبقى هو بيعملها لي اوتوماتيك لما بيساعدني. طبعا لو انت عملت بقى ما عملتش صفحه ريجن وساعدك هو، هتعمل انت ريجن نوع تري في صفحه بلانك مثلا وتبدا تضيف الحاجات دي بايدك. طيب ده الاكشن اللي على التري. طب في ايفنت على التري؟ اه في ايفنت على التري. لو جينا عملنا هنا بقى دايناميك اكشن وقلت له والله ان الايفنت بتاعي اسمه في واحد خاص بالتري، سيلكشن تشينج ده في التري، طبعا هتختار السيلكشن نوعه ريجون وتقول له الريجون اللي هو اسمه تري، ومش نوع تري هنا هو اسمه تري. تمام، عايز تعمل ايه برضو؟ انا
لما اكون مركز على الايفنت بحط اي اكشن واضح زي الاليرت، تعال نسميه سيلكشن changed. فين الايفنت ده بقى؟ هنا هو ده، انت غيرت، انت حددت واحد هو ده اللي اسمه سيلكشن changed. تمام، يبقى بالنسبه للتري انا عندي واحد ايفنت اللي اسمه سيلكشن تشينج اقدر اعمل عليه اي حاجه، وعندي اتنين اكشن اقدر اعملهم على التري، اقدر الم التري واقدر افردها. تمام، وضحت؟ ده اللي يخص بالتري الريجن اللي نوع تري. تمام، يا رب يكون الدرس واضح ومفيد بالنسبه لكم.